السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي منتظره كل الناس، ازاي احدد مستوى ابني في الفونكس، ازاي اعرف ان ابني مستوى كويس يقدر ياخد منهج. الاختبار ده هيكون طويل شوية، انا هعرض لكم الاختبار وكل واحد يخلي ابنه يقرأ الكلمات، هسيب 5 ثواني لكل كلمة او 10 ثواني، بس هيطول شوية. ممكن توقف الفيديو من عندك لو محتاج وقت اكبر ان هو ياخد الحالة اللي فيها، وفي الآخر قيم كام في المية وهقول لك تقيم إزاي بإذن الله تعالى. طيب، أول كلمة عن طبعا الاختبار ده شامل كل المستويات: short vowels, long vowels, blends, digraphs, silent letters and American rules accent أو قواعد النطق الإيه؟ الأمريكان الأمريكي. طبعا أول كلمة هنسيب 5 ثواني، انا هنطق وشوف نطقك صح ولا غلط وحط درجة عندك، كل كلمة حط عليها درجة. قريتها كده كات كات، لو قريتها كات كات يبقى عندك مشكلة. الكلمة التانية قريتها ايه؟ جار، اسمها جار جار ج ج جار. الكلمة الثالثة قريتها ايه؟ عفوا، الكلمة الثالثة قريتها ايه؟ قريتها وار 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 وار. الكلمة اللي بعدها، انا بسيب 5 ثواني، بعد 5 ثواني وبدي لك فرصة، عايز توقف الفيديو من عندك وقف الفيديو من عندك. بلاك بلاك، البي ال بلاك، ادي نفسك درجة او ادي ابنك درجة. الكلمة اللي بعدها شارب شارب شارب، طبعا اس اتش والاي ار ار والبي شارب، وهتقول شارب. اللي بعدها انا بعد على ايدي هنا 10 ثواني او على التايمر. chat chat chat، ادي نفسك درجه. اللي بعدها chart، ايه ده يا مستر؟ لسه قايل فوق تشات ليه؟ هنا قلنا شوف بقى الحالات اللي عندك. طبعا ده كله بيتدرس للاطفال في كورس الصوتيات. تشار، طب ليه هنا قلنا وهنا قلنا طبعا ده كله موجود في الصوتيات. تشات تشارت، ادي نفسك درجه. الكلمه اللي بعدها 5 6 بوكس بوكس بوكس، قريتها كده ما قريتهاش كده، ادي نفسك نص الدرجه. لو قلت بوكس ادي نفسك نص الدرجه. اللي بعدها فوت فوت فوت، قريتها كده ادي نفسك درجه، قريتها فوت ادي نفسك، شيل من نفسك درجه، اعمل غلط قدامها. اللي بعدها احنا قلنا فوق فوت، يبقى تحت ايه؟ روتس روتس، واقول وهتكون قلت روتس يا مستر، لما لسه فوق اهي اللي هنا قلنا او. طبعا ده برضو كورس الصوتيات روتس. طيب اللي بعدها ناون ناون ناون، قلت ناون غلط، ناون. اللي بعدها 3 4 5 6 7 8 9 10 owl owl owl. اللي بعدها slow، ايه ده بقى؟ ليه هنا قلنا الاو دبليو او owl وهنا قلنا الاو دبليو او slow؟ طبعا ده كله موجود في الدايجرافس، حروف مركبه واللونج vowel. الكلمه اللي بعدها
ها كلاون كلاون، قلتها كلاون غلط، كلاون. الكلمة اللي بعدها تو تو، قلتها ايه بقى؟ ميلونجو. الكلمة اللي بعدها بوت، قريتها ايه يا مستر؟ ما في او هنا، ما قلناش او ليه؟ ولا قلنا الاو يو، الاو يو او ليه؟ طبعا ده اختبار. بوت بوت بوت. الكلمه اللي بعدها لاف لاف. طبعا انتم شايفين انا جايب الحالات كلها مع بعض متشابهه، الاو يو قلناها او، هنا قلنا حاجه تانية خالص. لاف لاف، يضحك. طب اللي بعدها تاف تاف تاف. اللي بعدها شيم شيم شيم. ادي نفسك الدرجة، أنا مش هشرح السطيات وفيها إيه بالظبط، ده اختبار، ادي نفسك درجة. الكلمة اللي بعدها ستريت ستريت ستريت. الكلمة اللي بعدها تايت. إيه ده يا مستر؟ ما إحنا في فوق أي جي إتش أهي، وتحت أي جي إتش، ليه النطق مش واحد؟ ليه هنا فوق قلنا ستريت وهنا قلنا تايت؟ ليه مش قلنا سترايت وتايت؟ طبعا ده مشروح بالتفصيل. طيب الكلمه اللي بعد كده دي كراي كراي كراي. اللي بعدها اللي بعدها كاري كاري كاري. ازاي مستر؟ الكلمه اللي فوق قلنا فيها اي ودي قلناها اي، طبعا ده لونج اي لونج اي ولونج اي. طيب الكلمه زيهم بالظبط اهي، سهله جدا، فوق قلنا كراي، تحت قلنا كاري، ده تبقى ايه؟ قول كده يلا انت. جري جري. انا مش فاهم يا مستر ليه بقى هنا بقى قلنا اي وفوق قلنا اي وهنا قلنا اي وهنا قلنا اي، طبعا ده لونج اي ومشروح بالتفصيل في كورس الصوتيات. بعد كده الكلمه اللي بعد كده goose goose، قريتها ايه؟ جوز غلط، goose. طيب الكلمة دي زيها بالظبط، حنطها ايه؟ rose rose. ازاي ما فوق الاس جاي من two vowels ودي جاي من two vowels؟ ليه هنا قلنا زي وهنا قلنا اس؟ طبعا احنا مش قلنا مش بصدد ان احنا نشرح الحالات، احنا عاملين اختبار. rose، ادي نفسك درجة، انت الرقيب على نفسك. ها اللي بعدها سبين سبين سبين، قريتها ايه؟ لو قريتها زي ما قريتها بالظبط حط نفسك درجه. اللي بعدها جريت جريت جريت، وقف الفيديو من عندك. طب اللي تحتها هيت، ايه ده يا مستر؟ ما هنا في اي اي، مش قلنا جريت ليه؟ زي ما قلنا هنا هيت. هفاجئك كمان بالكلمه الثالثه، الثلاث كلمات دول زي بعض، اي 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 اي، الاولى جريت، الثانيه هيت، اللي تحت هيد. لو قريتهم كويس زي كده بالظبط حط الدرجه لنفسك كامله. الكلمه اللي بعدها ديت 1 2 3 4 بون بون. لو قريتها بون تحط غلط، ما تديش نفسك الدرجة. بون لونج او. طب زيها بالظبط اهي، او ساكن اي، اسمها ايه؟ لاف لاف لاف. ليه مش قلنا لوف زي اللي قدام؟ طبعا ده كله في كورس الصوتيات. اللي بعد كده فا اكس فيكس فا اكس فيكس. طيب اقرا اللي بعدها، قلتها ايه؟ من، طبعا عشان هنا فوق قلنا في،
هنا هنقول مي، لا طبعا غلط، اسمها مايند لونج اي. ليه قلنا لونج اي؟ مشروح في كورس الصوتيات. مايند، مايند. الكلمه اللي بعدها ستوب، ستوب. لو قلت ستوب حط غلط على الكلمه، مش معنى ان انا بقرا الكلمه وخلاص يبقى انا قريتها صح. ستوب، ستوب. لو قلت ستوب حط غلط. الكلمه اللي بعدها تو، تو. لو قلت تو غلط، تو. الكلمه اللي بعدها هاوس، هاوس، هاوس. قريتها صح، حط الدرجه زيها بالظبط. هي او يو، هقول ايه؟ ايوه فور، فور، فور. ليه عرفت ليه هنا قلنا فوق او هنا قلنا او؟ فور. طيب الكلمه اللي بعدها سهله جدا جدا جدا، هاز، هاز. اللي تحتها كاتس. طب عرفت ليه قلنا هاز وهنا قلنا كاتس؟ طبعا في قاعده مهمه جدا جدا هنا. اللي بعد كده اقرا الكلمه دي، ها؟ فلوت، فلوت. يو ساكن اي او. طب اللي تحت اكيد هو زيها، هنا قلنا فلو يبقى هنا هنقول كو، كوت. غلط طبعا، كيوت، كيوت. ايه ده؟ طب ليه هنا اليو قلناها او وهنا اليو قلناها يو؟ دي اسمها فلوت، كيوت. طبعا الناس اللي واخده معايا كورس الفونكس عارفه ليه قلنا دي كده وليه قلنا دي كده. طيب الكلمه اللي بعدها ديو، ديو. ايه اللي جاب اليو هنا؟ ايه اللي خلانا نطق اليو هنا؟ طبعا ديو، الاي دبليو. تعال نشوف الكلمه دي زيها بالظبط، هنقول ايه؟ نيو. قلت عليها ايه؟ نيو، لا اسمها نو، نو. هنقول لها امريكان اكسنت، نو، نو فريند، نو تي شيرت، تي شيرت. اللي بعدها نفس المنوال، نو تبقى دي كرو، كرو. الكلمه اللي بعدها سهله جدا جدا، فيت، فيت لونج اي. طب اللي تحتها 1 2 3 4 5 قريتها ايه؟ باد. اوعى تقول بيد، باد، باد. صوت الشوا، باد، باد. لو قلت بيد ادي نفسك غلط. الكلمه اللي بعدها طبعا كلنا عارفينها وسهله، هتقول ايه؟ 7. غلط، اسمها 7، 7، 7. الكلمه اللي بعدها يا مستر سهله جدا كلنا عارفينها، اسمها ايه؟ ثانك. قلت ثانك حط درجه غلط، ثانك غرقه، التصريف الثاني غرقه، ها؟ ثانك، سينك، ثانك، سينك، ثانك غرقه. لكن ما ينفعش اقول لواحد ثانك يو، ثانك، ث ث ساوند، ثانك. لو قلت ثانك حط نفسك غلط، دي اسمها ايه؟ سهله جدا جدا، ذا. اوعى تقول ذا، ذا. لو قلت ذا حط غلط لنفسك، ذا، ذا. يا ريت كل الناس تشارك يا جماعه الدرجه اللي حصلوا عليها في تحليقات لاولادكم، عشان في مصايب بتحصل في القراءه يا جماعه كبيره جدا جدا، ذا، ذا. طب اللي بعدها ذن، ذن، ذن. اوعى تقول زن، لو قلت زن حط درجه غلط. الكلمه دي اسمها ايه بقى؟ الناس اللي واخده اللونج اي، ها؟ 1 2 3 4 5 6، ها؟ اسمها سيفير، سيفير. ايه ده يعني؟ سي لونج اي، في لونج اي. طب والار في الاخر؟ الاي في الاخر ما انطقهاش، سيفير. ليه ما قلتش سيفيري؟ لا سيفير. طيب برافو جدا جدا. اقرا الكلمه دي، اسمها تري. لو قلت تري حط لنفسك غلط، مش حاجه اسمها تري، تري، تي ار ترا، تري. ايه ده؟ طب ما احنا نطقنا الاي في الاخر اهي، طب ما هي فوق ما نطقناهاش. طبعا ده كله مش بسبب الشرح دلوقتي، سيفير، تري. طيب الكلمه دي اقرا كده، طبعا انت مش عارف تقسمها، طالما ما خدتش صوتيات قبل كده هيبقى بالنسبه لك غلط، هيبقى بالنسبه لك صعب. لكن لو اخدت صوتيات تقول اد يو كيشن، فور سيلابلز، اديوكيشن، اديوكيشن، اديوكيشن. طبعا الاي شورت اي، اليو لونج يو، الاي لونج اي، تي اي او ان بتعمل شا ساوند، تبقى اد يو كيشن، وما لهاش طريقه تقراها غير كده. طيب الكلمه دي
قلتها ايه؟ لوجيكالي غلط، لوجيكالي غلط. طيب بص كده، لوجيكلي، لو شورت او، ج شورت اي، ك لي لوجيكلي، والواي في الاخر بتعمل لونج اي، لوجيكلي يعني منطقي، لوجيكلي. طب ليه قلنا الجي هنا ج مش قلناها ج؟ عشان طبعا عارفين ليه، لوجيكلي لوجيكلي. طب والاي راحت فين؟ طبعا الاي سايلنت، خديناها في الحروف السايلنت، المقطع ده على بعضه بننطق فيه الاي سايلنت ليدر، لوجيكلي. نكمل كلمة اسمها ايه؟ طبعا مثلا عارفينها، عارفينها كلها، وات. وات عارف القاعدة اللي فيها ولا بتنطق وخلاص؟ لا مش عارف، انا عرفتها كده. ليه؟ عشان انت ما خدتش القاعدة اللي فيها هتنطق الكلمة التانية غلط، دي اسمها وات، الاتش هنا سايلنت. طب تحت هتقول زيها و، لا اسمها هو. ايه ده؟ ما في الاتش فوق ما نطقناهاش، هنا الاتش اللي نطقناها، ايوه العكس اللي بيحصل هنا في الايه؟ وده كله واخدينه في كورس الفونكس. نفس الكلمة، ها؟ هقول بقى زي اللي فوق اللي تحت، لا دي وين، الاتش سايلنت، وين وين. طب اللي تحتها اكيد ووز، لا اسمها هوز، هوز لونج، هوز هوز لونج او، والدبليو هنا ايه؟ سايلنت. اللي بعدها 1 2 3 4 5، ها قلتها ايه؟ لايون، لاين، امريكان اكسنت، لاين لاين. طبعا عارفين قلنا لاين ليه وشلنا الاو، معروف طبعا، زيها نفس الكلمه، ها اقراها وقف الفيديو من عندك لو الوقت مش سامح. بيرسون، بيرسون لازم البي تطلع صح، والاي ار او الار والاو طبعا ما بنطقهاش برضو، عارفين ليه. بيرسون، بيرسون. الكلمه اللي بعدها هنتكلم عن امريكان اكسنت يا جماعه، لو الطفل هيشترك معايا انا، ها كينج، كينج قلتها كينج صح، بريتش لكن امريكان كينج، بتاخد صوت الجي وتحبسه ما تطلعوش، كينج كينج. طب اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ها قريتها ايه بقى؟ ساين، اوعى تقول قريتها سجن، ساين لونج اي والجي سايلنت، ساين ساين ساين. طب اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 اسمها ايه؟ ديزاين، ديزاين ديزاين ديزاين. عايز اكتب كلمه افتكرتها دلوقتي حالا، ايوه اهي، اقرا كده بقى. احنا فوق، فوق ايه؟ كلمة ديزاين الجي سايلنت، دي طبعا هبقى زيها جي ان اهي، هقراها ايه؟ اسمها اجنور. ايه ده يا مستر؟ ما انت الجي فوق سايلنت وراها ان، ليه هنا قريناها؟ طبعا ده كله مشروح بالتفصيل. اجنور لونج او شورت اي، ايه؟ اجنور، اجنور فوق ديزاين تحت اجنور. طبعا الطفل لازم يكون دارس حاجة دي كلها يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ادخل منهج وياخد كلمه زي دي واقول له اسمها اجنور، قول ورايا اجنور، واللي فوق اسمها ديزاين، والطفل ما يكونش عنده فكره ليه قلنا فوق ديزاين وليه قلنا تحت اجنور. مستحيل الطفل يبقى متاسس صح ويقرا المنهج ويرتاح ويكون مستريح جدا وهو بياخد منهج لو ما عرفش حالات زي كده، مش يحفظ وخلاص. طب اللي بعدها شورت يو اهي، هتقول لي سامب صح؟ لا ثام، ثام التي اتش ثا شورت يو، ثام البي هنا حرف ايه؟ سايلنت، ثام. وده بيتاخد في المستوى الاخير في الكورس، المستوى رقم 5. طيب الكلمه اللي بعد كده ها سي اتش سهل جدا، ها اسمها ايه؟ تشير، تشير، لان السي اتش بتعمل ش معروفه والاي اي لونج اي، تشير. طيب اقرا دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ها هتقول لي ارشيف بما ان السي اتش عامله ش فوق، ها لا دي اسمها اركايف، اركايف. وحتى لو قلت اركايف غلط، اركايف اركايف، الاي مع الار ار والسي اتش كا ولونج اي اي ساكن اي، اركايف. الطفل بيدرس ده بيبقى عارف بيعمل ايه، اول ما يشوف الاي ار هيقول ار والسي اتش ك والاي ساكن اي اي، يبقى اركايف ما اسمهاش ارشيف. طيب الكلمه اللي بعدها احنا خدنا السي اتش فوق تشا وهنا خدناها ك، تبقى الكلمه دي كده 1 2 3 4 5 مستاش، مستاش السي اتش هنا بنطهاش، هل ليها قاعده ولا بننطق كده خلاص؟ طبعا ليها قاعده وبناخدها في كورس الصوتيات كامل، مستاش. بعد كده هتقول لي طبعا شيف معروفه الناس كلها عارفه اسمها، شيف، شيف
شاف. الكلمة اللي بعدها accent. accent accent. طبعا الناس اللي عارفه اللي واخدين كورس الفوكس عارفين السي سي اللي هنا قلنا الاولى ك والثانيه س. accent. الطفل ما بيحفظش يا جماعه، الطفل عنده قاعده ماشي عليها فيشوفها في اي كلمه فبيعرفها. طب اللي فوق قلنا السي سي اك اكس اكس، طبعا اللي تحت اللي تحتها زيها هنقول اك، لا اسمها accurate. accurate اك شورت اي كيو لونج يو ريت لونج اي accurate. ليه هنا قلنا السي سي واحده ك والثانيه س والاثنين هنا نطقناهم زي الكي؟ طبعا ده كله في كورس الصوتيات. accurate accurate. طيب اللي بعدها هنا فوق قلنا لونج يو، هنا طبعا هنقول لونج يو، لا الكلمه اسمها ايه؟ 1 2 3 4 ها اسمها ايه؟ ايشو. ايشو يعني قضيه. ايشو ايشو اس اس يو هنا عامل صوت الشا ولونج يو في الاخر ايشو. نكمل طبعا الطفل بيدرس ده كله يا جماعه. طيب اقرا الكلمه دي كده بقى 1 2 3 4 5 اسمها ايه؟ ميشن. ايه ده؟ يعني مش ميسن؟ لا ميشن. ليه؟ حروف مركبه. طب اللي تحتها 1 2 3 4 5 طبعا قلت essential، لا اسمها essential. essential essential خد بالك من الدارك ال essential essential essential. طبعا برضه حروف مركبه عامل صوت الشا. طب اللي وراها 1 2 3 4 5 6 ها قلت ايه؟ مارتيال، لا اسمها مارشال. مارشال مارشال طبعا دي الدايجرافز حروف مركبه. الكلمه اللي بعدها اسمها ايه؟ كابشن. كابشن كابشن كابشن. طب اللي بعدها 1 2 3 4 5 ها فيجوال. ايه ده؟ فين الجي هنا؟ فيجوال. طبعا الناس اللي واخده كورس الفونكس عارفه ايه اللي عامل صوت الج ج ساوند هنا. فيجوال فيجوال. طب الاس يو هي اللي عامل الصوت ده بما اننا نتكلم عن صوتيات. طبعا هتعمل نفس الصوت تحت، هنقول ايه؟ 1 2 3 4 5 ها شور. قلت شور غلط وقلت سور غلط، اسمها شور. ايه اللي عامل الصوت ده؟ الاس يو شور. نكمل. ايوه الاس يو عامل فوق شا، يبقى هنقول هنا ايه؟ ها ميجر. قريتها غير كده قول غلط. ليه بقى؟ الاي اي مش قلنا مي ليه؟ طبعا الاي اي هنا مش عامله لونج اي، ميجر يقيس. ميجر ميجر. طب الكلمه اللي بعدها ديلوجن. ايه ده؟ ازاي ديلوجن؟ يعني ده بديل وعرفناها لونج اي، لو لونج يو. طب جان جبتها منين؟ ما انت لسه قايل فوق كلمه ميشن الاس اي او عامله الاس اي او ان عامله شه، ليه هنا عملت ج؟ ديلوجن يعني وهم. ديلوجن طبعا ده كله مدروس. طيب بعد كده ايه الكلمتين دول شبه بعض جدا، دي اسمها ايه؟ انجل. عفوا انجل لونج اي. انجل يعني الاي هنا لونج اي بنطها اي اسمها، والجي هنا قلتها جه ليه؟ معروف طبعا انجل. اللي زي تحتها انجل، اللي تحت اللي فوق ملاك واللي تحت زاويه انجل. لو قريتهم صح ادي نفسك الدرجه، لو قريت غلط حط اكس تحت الكلمه اللي انت قريتها عشان تعرف درجتك في الاخر. تاني انجل انجل انجل. طيب اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 تراجيك. تراجيك ليه مش تراجيك؟ لان الجي طبعا جاي وراها اي. تراجيك تراجيك. طب اللي تحتها هنقول زي اللي فوق؟ لا طبعا اسمها ايه؟ ها قلت جيرل يبقى غلط، ما اسمها ايه؟ جيرل جيرل جيرل. ادي نفسك الدرجه. اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 قلتها ايه؟ وورلد غلط، اسمها وورد وورد وير اير اير ساوند وورد. اللي بعدها يا سهلة يا سهلة جدا دي طول النهار بنقولها في المدرسة، اسمها ايه؟ نيرس. قلت نيرس ادي نفسك غلط، قلت نيرس جبت اللونج اي دي منين؟ ما اسمهاش نيرس، نيرس. قلتها غير نيرس ادي نفسك الدرجة غلط. اللي بعدها كيرف، قلت كيرف غلط، كيرف كيرف كيرف. اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 بيرد، قلتها طبعا بيرد
ادي نفسك الدرجه غلط. بيرد مصايب يا جماعه، مصايب في النطق بنشوفها من الاطفال الصغيرين، بيفضلوا طول عمري يقولوا غلط بيرد، وكمان في المدارس المدرسين بينطقوها غلط بيرد بيرد، يعني ما اسمهاش بيرد لا، طب دي اسمها ايه؟ 1 2 3 4 5 6 ها ايج، اكيد قلت ايج. When the letter G comes between two vowels we pronounce the letter G ج ج ايج ايج. اللي بعدها كلمه صعبه شويه لكن لو دارسين فونكس هتبقى سهله جدا جدا، اعتقد الناس اللي واخده معايا صوتيات يا ريت يا ريت اللي واخده معايا كورس الفونكس تكتب تحت في التعليقات جبتوا كام من 100 او على كل كلمه، عدوهم في الاخر اكتبوا الكلمات. ها دي اسمها سيزرز، سيزرز الاس الاولى مش هنطقها، سيزرز سيزرز مقص. اللي بعدها 1 2 3 4 5 6، لو الفيديو سريع وقف من عندك عشان وقت الفيديو. دي اسمها ايه؟ قلتها ماسكل غلط، اسمها ماسل 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 ماسل. طبعا الناس اللي واخده كونس عارفه ليه احنا هنا ما نطقناش السي وفوق قرينا السي ماسل. طب اللي تحتها طبعا فوق ما قرناش السي يبقى تحت مش هنطق السي، لا هننطقها سنت، الاس هي السايلنت سنت سنت سنت. طب الكلمه ديت 1 2 3 4 5 الكلمه دي ليها نطقين water water صح، ولو قلت water صح تمام، ولو قلت water صح بريتش، لكن لو قلت water ده مصري ما ينفعش خالص، قلت water ادي نفسك الدرجه غلط. طب الكلمه ديت 1 2 3 4 5 6 7 ها butter butter وبتر صح، لكن بتر غلط، butter او butter او butter صح. اللي بعدها طبعا احنا عارفين ليه هنا قلنا فلابتي، الناس اللي دخلت فونكس عارفه معايا ده المستوى الاخير اللي هو الامريكان اكسنت، دي اسمها ايه؟ ها ليدل ليدل ليدل، برضو عارفين ليه قلنا هنا دي. اللي بعد كده سي او والناس اللي معايا ها قريتها ايه؟ كومنت غلط، اسمها كومنت كومنت، ادي نفسك الدرجه لو قريتها كومنت، وادي نفسك غلط لو قريتها كومنت. المنهج بتاعنا اللي بندرسه اسمه 1 2 3 4 5، طبعا كونكت لو عملتها كونكت اكتب لنفسك غلط، امال اسمها ايه؟ كونكت كونكت. اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 قريتها ايه؟ جوارد غلط، اسمها جارد جارد. When the letter U comes after the letter G we don't pronounce the letter G guard guard. اللي بعدها guess guess. طب ليه هنا قلنا إيه وفوق قلنا آه؟ طبعا دي شورت E ودي AR حاجة مختلفة خالص عن بعض. guess guess دي جزء من حروف السين. طب الكلمة اللي بعدها lose يعني almond almond، لو قلت almond ادي نفسك الدرجه غلط، اللي هنا سايلنت والناس اللي عارفين ليه هنا سايلنت. اللي بعدها ممر يعني ايل، برافو عليك ايل، لو قريتها ايسل ادي نفسك الدرجه غلط، ايسل ده اسم بنت ايل ايل. طيب اللي بعد كده قريتها ايه؟ دوبت ولا داوبت؟ الاثنين غلط، اسمها doubt، البي هنا سايلنت وعارفين ليه البي سايلنت، doubt يعني شك، doubt doubt. طبعا هنا في بي منسيه هنا في بي منسيه وانا بجهز، دي اسمها ايه؟ subtle، اوعى تقول كون قلت sub subtle 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 يعني باهت، البي هنا سايلنت. حرف الاس كمان محطوط غلط، شيله اقرا كده. قلت ايه؟ جراند با غلط، قلت جراند با غلط، ما اسمها ايه؟ جرامبا جرامبا، ادي نفسك الدرجه لو قلتها جرامبا جرامبا. اللي بعدها قلتها ايه؟ هاندسوم غلط، هاندسوم غلط، ما اسمها ايه؟
هانسام هانسام الدي هنا سايلنت. هانسام ده بيتاخد يا جماعه في الكورس الاخير من الصوتيات. هانسام الكلمه دي اسمها ايه؟ 1 2 3 4 5 قلت عليها هونست اسمها اونست اونست اونست. اعتقد كده خلصنا تمام. ده مستوى ادي ابنك الدرجه. طبعا الفيديو قلته سريع، عايز تجيب الفيديو من الاول تاني وتالت ورابع مهم جدا جدا. ده كورس تحديد مستوى الفونكس في كل حالات الفونكس اللي بناخدها، يعني جزء منها عشان اقدر احكم الطفل. لو انت مدرس او مدرسه برضو قيم نطقك، لو ما بتنطقش كده يبقى انت محتاج كورس مهم جدا جدا. الكورس ده موجود عندي سواء للاطفال او سواء للمعلمين والمعلمات. كورس المعلمين والمعلمات موجود وكورس الاطفال موجود، هيبدا ان شاء الله بعد اسبوع عيد الاضحى ان شاء الله. يا رب اكون قدرت افيدكم. ادي نفسك الدرجه ويا ريت تكتبوا الدرجه تحت في التعليقات سواء كنت مدرس او مدرسه او طفل، ويا ريت كل يشارك بالدرجه بعد اذنكم علشان انزل الجزء الثاني من تحليل المستوى، هيكون جمل بقى. تمام، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.